السلام عليكم ورحمة الله. عندنا هذا تركيب حجر طبعا على هيكل معدني كما نلاحظ، حسب التصميم، حسب التصميم يتم تركيب الحجر. بس أهم شيء في تركيب الحجر على الهياكل المعدنية أن تعمل مسافة 5 إلى 8 سنتي. يعني على سبيل المثال نفترض أنه عندي الحجر أبغاه يكون بهذا المستوى أو بهذا الارتفاع أو هذا البعد عن الجدار، فالأفضل أن الحديد أو الشبكة المعدنية تبعد مقدار من 8 إلى 5 سنتي. وبعدين يتم تركيبها كما نلاحظ عن طريق إيش؟ اللحامات، ثم يتم دهن مناطق اللحامات مشان الصدأ. طبعا ضروري أن تكون الشبكة يتم تثبيتها بشكل جيد مشان ما تتحرك أو يحدث لها بسبب الهواء أو وزن الحجر تتحرك أو شيء. كما نلاحظ هنا هذه عبارة عن شبكة يتم تثبيتها عن طريق الهوكات مسامير ربط. طبعا هذا الكسر كله خرسانة مشان يتحمل وزن الشبكة المعدنية والحجر، ضروري يتم ربطها بمسامير من برا إلى جوا ثم تلحيمها على الجسور. طبعا بعد الانتهاء من الشبكة يتم دهنها عشان ما تصدي في المستقبل.